اليوم هو افتتاح المهرجان الوطني للزجل في الدورة 15، وجاء تزامن مع افتتاح المركز الثقافي بن سليمان اللي تسنيناه سنوات وسنوات وسنوات، والحمد لله اليوم جاء واحد المناسبة غالية، وهو تزاد واحد المولود عند مولاي رشيد، فهو اللي أعطاه لي اسم سيدنا الله ينصره صاحب الجلالة الملك محمد السادس صلى الله وأيده مولاي عبد السلام. فكنتمنوا حياة سعيدة مليئة بالأفراح والمسارات صاحب الجلالة الملك محمد السادس صلى الله والأسرة العلوية الشريفة. فهذا المهرجان الوطني للزجل اللي في النسخة ديالو 15 اللي كنا انتظرنا سنوات وسنوات، يعني السنة الماضية كان عن بعد، ولكن هذه السنة هذا الحمد لله يعني حسينا بحال كنقولوا مجمع الأحباب، جمعوا فنانين وزجالين وعدة ناس، والناس فرحانين كما قلت جوج الفرحات، المهرجان والافتتاح ديال المركز. الافتتاح هو اليوم، وغيكون كذلك النشاط غدا وبعد غدا إن شاء الله. اليوم غيكون كما شفتوا بأن الافتتاح كانوا فيه لوحات يعني ما بين عبد ربي ومونيا، وفيهم فرقة مجموعة تقادة ومجموعة عبيدة رمى الصدقة، وفيهم 12 زجال اللي غيقرا القراءات الزجالية ديالو. كان تكريمين قرواش ابتسام من مدينة بن سليمان، والتكريم الثاني كذلك كان وطني. فشكرا لكل من ساهم من قريب ومن بعيد في نجاح التظاهرة هذه، منهم وزارة الشباب والتواصل والثقافة قطاع الثقافة، منهم عمالة إقليم بن سليمان والمجلس الجماعي والإقليمي بن سليمان، ومنهم ساكنة إقليم بن سليمان والزوار. التظاهرة هذه ماشي الله الدورة 15 جول بن سليمان، هذه من التظاهرة ومن المهرجان الوطني الأول للزجل اللي كان مدينة بن سليمان. فخذت على عاتقها وزارة الثقافة الناس المسؤولين السابقين ولا الحاليين، يعني يبقى دائما يكون في مدينة بن سليمان، لأنك يتسمى مولود في بن سليمان ما غنهزوش ونديو شي بلاصة أخرى، راه حنا غنتقلقوا لولاد بن سليمان. كنشكر الوزاره الوسطيه واداره المهرجان على هذا التكريم هذا اللي جا من بعد مثابرتي وعطائي في هذا الميدان، بحيث انا كنت صغيره وانا كنشارك في عده مهرجانات في الشعر والزجل، لكن كيبقى هذا ابرز مهرجان شاركت فيه، لان اللي حصلت فيه على الجائزه الاولى ثلاثه الدورات، بذلك تميز على شعراء الزجل اللي سبقوني في هذا الميدان، لاني خديت لقب ثلاث مرات، وهذا الشيء اهلني انني نكون عضو لجنه التحكيم اكبر مسابقه في الوطن العربي في الشعر الزجل، وذاك راجع لاني كنوفق بين موهبتي في كتابه الشعر ودراستي في القانون. وهذه الدوره كانت استثناء بصيغه مؤنث لتشجيع الاناث على الكتابه الزجليه، لان كنلقاو الكتابه الزجليه ان النساء قلال اللي كيكتبوا الزجل. الفضل كيعود ماشي للتجربه ديالي فقط طويله الباع، وانما لوزاره الثقافه في شخص السيد محمد المهدي بن سعيد، وكذلك أستاذة حافظة خويي مديرة مديرية الجاوية لجهة الدار البيضاء سطات. أنا فعلا جد مسرور بهذا التكريم اللي كنهديه لجدي الزجال سي عبد الله طالب الحافظي الغالي، وكذلك كنهديه للزوجة ديالي لأن ساندتني وساندتني بزاف بزاف أثناء التأسيس ديالي مع مجموعة من الأصدقاء المبدعين، أشكرهم كثيرا على رأسهم السي محمد مومر. أسسنا الاتحاد المغربي للزجل، والآن نحن في الاتحاد المغربي للثقافات المحلية. قلت بهذه المناسبة كنهدي التكريم ديالي للزوجة ديالي، لأنه احتضنتني أنا والأصدقاء ديالي لمدة ما يفوق 20 سنة. الخدمة ديالي كنشتغل في المجتمع المدني ومؤسس ديال عدد كبير ديال الجمعيات الثقافية. كانت الزوجة ديالي كتقدم من هنا شي خدمات اللي هي كبيرة 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 بزاف. أنا دائما كثير الغياب، كثير الغياب، ما كنحضرش بزاف في الدار، عندي انفعالات تقريبا جنونية، سهر الليالي، السفر باستمرار. وكانت هذه المرأة دائما نظرا لكون هذا المهرجان كيحمل شعار الزجل بصيغة مؤنث، فأنا أتحدث عن زوجتي وأتحدث عن كل المغربيات العاشقات والجدات، والله يخليهم لنا.